متابعينا متابعي تحت العرب في السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون محاورها كالتالي: زخات أمطار جنوب غرب المملكة، زخات أمطار موسمية مستمرة خلال الأيام القادمة، درجات الحرارة تنخفض في المنطقة الشرقية والوسطى، وبالتالي طقس صيفي اعتيادي في عموم مناطق المملكة، درجات حرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. كالعادة نبدأ نشرتنا بصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، ولتوضح انتشار لكميات من الغيوم العالية بدون فعالية في عموم المنطقة الجنوبية، منطقة الربع الخالي، وأيضا المنطقة الجنوبية الغربية، هي ناتجة عن تدفق لكميات من الرطوبة في طبقات الجو العالية. باقي المناطق شهدت أجواء صافية وخلت تماما من الغيوم. ننتقل الآن إلى خلال توزيع الأمطار من يوم الثلاثاء إلى يوم الجمعة، يلاحظ استمرار للتشكلات الركامية الموسمية اليومية فوق المرتفعات الجنوبية الغربية، تحديدا مرتفعات جازان وعسير. تعمل هذه الغيوم على هطول زخات رعدية من الأمطار، تكون خفيفة الشدة بالمجمل، لكن تشهد بعض البؤر الغزيرة التي تترافق مع هطول زخات البرد، والتي تعمل بدورها على جريان الأودية وأيضا ارتفاع منسوب المياه. الآن ننتقل وإياكم إلى خرائط توزيع درجات الحرارة السطحية المتوقعة من يوم الأربعاء إلى يوم السبت. درجات الحرارة مستقرة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام في عموم المناطق، طقس حار في المنطقة الشرقية وأيضا المنطقة الشمالية والوسطى وأيضا الجنوبية وأيضا سواحل البحر الأحمر، لكن تكون الأجواء أكثر اعتدالا في المرتفعات الجنوبية عفوا المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية. نذهب الآن إلى العاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود الطقس غالبا صافي، تتفرق بعض الغيوم العالية مع 31 درجة مئوية. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة، يوم الأربعاء 42 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 29، يوم الخميس المزيد من الانخفاض 41 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 28، ويوم الجمعة 41 إلى 29 درجة. نترككم الآن مع مشاهد العواصف الرعدية التي حملت معها كميات كبيرة من البرد وأثرت على عدة مقاطعات إيطالية يوم أمس. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.